السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل قوي اسمه تاني واو. الموقع دوت فيه أدوات كتير قوي للذكاء الاصطناعي، في حاجات خاصة بالبي دي اف، في حاجات خاصة بالصور، في حاجات خاصة بالفيديوهات، في حاجات خاصة إن هو يتعرف في الكتابة، في حاجات خاصة بالفايل. فمجموعة كبيرة جدا من المواقع متجمعة في مكان واحد. يعني هنا مثلا عندنا ملفات الخاصة مثلا بالبي دي اف. لو انت عندك ملفات بي دي اف وعايز تدمجها مع بعض او تعملها ايديت او تحولها لصور او تحول وورد البي دي اف او تقسمها، في كل الكلام ده موجود هنا بكل سهوله، بدل ما تسطب كذا برنامج ممكن من هنا في ثانيه واحده. ممكن عندي حاجات خاصه بالفيديو، ان انا مثلا عندي في فيديو على الانستجرام وعايز اعمله داونلود، مجرد انسخ اللينك واديله هنا يعمله لي، او تيك توك او. مش دول بس، في ادوات كتير قوي. لو دوست اول فيديو تولز هيدخلك بقى على صفحه مليانه تولز كتير جدا، سهل عليك التحميل من الفيديوهات او الايديت للفيديوهات. في حاجات خاصه بالصور، في حتى خاصه اي اي جنريتور بتديله تكست هو يحوله لك لصوره، بتديله برومت يحول لك لصوره، ريموف باك جراوند يحذف لك الخلفيه او يغير لك الخلفيه او يكبر لك الصوره من غير ما يبوظ الكواليتي بتاعتها. قول له بس قول ايمج تولز، هتلاقي عشرات التولز جاهزه، تحول الامتدادات لامتدادات اخرى وهكذا. كونفرت من حاجه لحاجه، في تولز كتيره جدا. في حاجه خاصه بالكيو ار كود، تدي له موقع فيبدا يدي لك كيو ار، لما حد ينسخه يبدا ان هو يدخله على الموقع ده. فده موقع سهل جدا وبسيط وبيغنيك عن مواقع تانية كتيره.